ليش قافلين الباب؟ افتحوا لي الباب، افتحوا له، يلا افتحوا لي، افتحوا الباب، افتحوا. خلاص انا عملت شيء؟ ليش حابسيني؟ انت ليش عم تطلع؟ لسه ما تعلمت ما؟ اسمعوا له، اصحى بقى، روح من هون. انت ما بقى تزوق على دمك ولك مجنون؟ وين التليفون؟ ليش؟ إذا كان مراقب بتكون أكلتها. بسيك هاي تليفون جديد والكرت جديد. منيح لك، أعطيني سلاحي. لا تهدى أول، لسه عندي شغل وما خلصته. هاته. أنا اللي بقول لك إمتى وشو تعمل. عقال وخراس ولا تفور لي دمي. اتخانقت معه وانزعجت، طبشت الباب ورحت وتركتها. الله يلعنهم، الله يلعنهم. كله عم يجي فوق بعضه مثل الكابوس، منحوس منحوس ما عم نهرب منه. ميرنا شوف، عملوا هيك لينتقموا ويكسروا لنا روسنا. الشغله واضحه كتير، بس السلاح عليه بصمات زاهر. لا اخي ما عنده سلاح والله. ما فهمك القصه؟ قتلوه بالسلاح المضروب، هاي لعبه. بالوقت الحالي ما فينا نعمل اي شيء. جبنا الناطور يا سيدي. اخذوا اقواله. حاضر، بس تطلع ليلى من المشرح اخبروني، بدي اشوفها شوي. جاهزة؟ ليلى؟ ليلى؟ أسيلي حبيبتي. اهدي اهدي، خلص شفناها، خلص خلص، اهدي ليلى، تعالي نطلع لبرا، يلا يلا ليلى. هات لشوف من شو هالجرح اللي بإيدها. لما كنا عم نتخانق كسرت الكاسة بإيدي. ضربتها فيها؟ لا ما ضربتها، أصلاً طلعت فوراً. حدا شافك طالع؟ شافني الناطور، كان برا. قديش الساعة كانت بالضبط وقت طلعت؟ أنا ما بعرف ليش طلعت بالساعة، والله العظيم أنا ما قتلتها. هني عملوا هيك أكيد وحطوا سلاح اللي عليه بصماتي، هني قتلوها، مصطفى اللي عملها. قتل أسيلي مشان ينتقم، ليش شو بدهم فيها؟ شو بدهم فيها يا ربي؟ شو بدهم؟ والله حرام. في حدا اجا؟ ان شاء الله يكون في خبر خير يا رب. مين؟ حسن. شو بكم قلبين خلقتكم؟ انا يلي طلعت من البيت، وانا يلي انكسر ظهري من نومة الارض بالدكان، انتو ما هممكم. وهلا شو بدكم اكتر من هيك؟ ابنك اخذته الشرطة، المرة اللي كان عم يزورها لقوها مقتولة، وزاهر هو المتهم. شو هالحكي هاد؟ يعني هو قتلها؟ فورا بتخبص؟ زاهر ما بيعمل هيك شيء. يكون بعلمك زاهر ما ممكن يقتل حدا. وينه هلا؟ لوين اخذوه؟ ما بنعرف، اتصل بيوسف.
ترجمة